السلام عليكم. محاضرتنا الثالثة بعنوان Flat Belt Drive. Flat Belt Drives الأحزمة المسطحة، تستخدم هذه الأحزمة كنقل للطاقة من شفت إلى آخر بواسطة بكرات بولي تدور بنفس السرعة أو بسرعات مختلفة. تعتمد كمية الطاقة المنقولة على العوامل التالية: أولا سرعة البيلت الحزام، التنشن الشد اللي تحت الشد الذي يحدث في الحزام على البكرات، وثلاثة القوس التماس بين الحزام والبكرة الأصغر، وأربعة شروط استخدام هذه الأحزمة هي التي تحدد أيضا الطاقة المنقولة. اختيار المحرك الحزام يتم حسب العوامل مختلفة، حيث تعتمد على أولا سرعة الدرايفينج والدريفن للشفت، ونسبة التخفيض للسرعة، والقوة المرادة نقلها، مركز المسافة بين الشفت الأعمدة، المتطلبات الإيجابية للقيادة اللي هي الدرايف اللي تحدث بها، التخطيط للشفت، المساحة المتاحة، وشروط الخدمة المتاحة في العمل. Types of belt drives، الأنواع للمحركات الأحزمة هي بالعموم يتم تصنيفها إلى مجموعات ثلاثة، اللي هي light drives الخفيفة، والmedium drives المتوسطة، والheavy drives الثقيلة. Light drives اللي هي تستخدم لنقل قوة صغيرة بسرعات تصل 10 متر على الثانية، مثل في الآلات الزراعية، الأدوات الصغيرة small machine tools. أما الميديوم درايفز اللي هي تستخدم لنقل القوة المتوسطة بسرعات تصل إلى أكثر تزيد عن 10 متر بالثانية حتى 22 متر الثانية، مثل الماشين تول المستخدمة فيها. الهيفي درايفز اللي هي تستخدم لنقل قوة كبيرة بسرعات أعلى من 22 متر على الثانية، مثل الكمبرسرز والجنريتر الضواغط والمولدات. على الرغم من وجود العديد من أنواع الأحزمة البيلت المستخدمة، لكن قسمناها إلى عدة أنواع، منها الفلات بيلت اللي هي الأحزمة المسطحة، حيث يستخدم هذا الحزام مثل ما موضح أمامنا بالشكل مسطح فلات، انه يستخدم في الفاكتوريز المصانع، في الوركشوب المحلات الورش الصغيرة، يتم نقل كمية معتدلة من الطاقة من بكرة الى بكرة اخرى، قد تكون البكرتان على بعد 8 امتار، ما تكون على بعد اكثر من 8 امتار. الفي بيلت النوع الثاني اللي يستخدم في أغلب المصانع أيضا وورش العمل، حيث يتم نقل قدرة، ليش يسموه في بيلت؟ على شكل حرف الفي أو مسننة هنا، حيث يتم نقل قدر كبير من الطاقة من بكرة إلى بكرة أخرى عندما تكون البكرتان قريبة جدا من بعضهما البعض. استخدم الفي بيلت. النوع الثالث اللي هو circular belt or rope اللي هو الحبل أو الحزام الدائري، يستخدم هذا يكون دائري، المقطع ماله دائري، يستخدم أيضا في المصانع والورش، حيث يتم نقل مقدار كبير من الطاقة من بكرة إلى بكرة أخرى، تكون المسافة بين البكرتين أكثر من 8 أمتار. Material used for belts اللي هي المواد المستخدمة في الأحزمة، حيث تكون هذه الأحزمة من مواصفاتها أنه تكون strong قوية، flexible مرنة، durable متينة، ويجب أن يكون لها high coefficient of friction اللي هو معامل احتكاك مرتفع. وتصنف الأحزمة حسب المواد المستخدمة في صناعتها، مثلا أحزمة leather belts الجلدية، الربر المطاطية، الكوتن أور فابريك belts الأحزمة القطنية أو القماشية، وآخر نوع البلاطة belt الأحزمة اللي تكون مثل ما موضحة أمامكم بالشكل هذا.
working stress in belts، الإجهادات في الأحزمة. تتراوح الultimate strength للحزام الجلدي من 21 إلى 35 ميجا باسكال، ويمكن اعتبار الفاكتور أوف سيفتي عامل الأمان من 8 إلى 10. مع ذلك فإن الوير لايف العمر البلع للحزام يكون أكثر أهمية من الإجهادات الفعلية المسلطة عليه. وأثبت التجربة أنه ضمن العمر المتوسط فإن الإجهادات المسموح بها تبلغ 2.8 ميجا باسكال أو أقل، فإنها ستعطي عمر معقول للحزام reasonable belt life. وأن الإجهادات المسموح بها البالغة 1.75 ميجا باسكال ممكن أن تعطي عمر للحزام يصل إلى 15 سنة بعمل. بولت سبيد، سرعة الحزام، عندما تزداد سرعة الحزام تزداد قوة الطرد المركزي أيضا، والتي تحاول سحب الحزام بعيدا عن البكرة، وهذا يؤدي إلى انخفاض الطاقة المنقولة بواسطة الحزام. فوجد أنه من أجل أن يكون النقل فعال للطاقة يتم ذلك عند استخدام سرعة حزام من 20 متر على الثانية إلى 22.5 متر على الثانية. Coefficient of friction between belt and pulley، معامل الاحتكاك بين الحزام والبكرة، كيف يتم حسابه؟ في البداية يعتمد معامل الاحتكاك بين الحزام والبكرة على عدة عوامل، منها مادة الحزام material of belt، material of pulley مادة البكرة، انزلاق الحزام slip of belt، speed of belt وسرعة الحزام. وممكن انه الكوفيشن اوف فراكشن الميو اللي هي معامل الاحتكاك ممكن للأحزمة الجلدية المصنوعة من خشب البلوط المطبوع على بكرة من الحديد الزهر عند نقطة الانزلاق ممكن حسابها بالعلاقة التالية: الميو تساوي 0.54% ناقص 42.6 على 152.6 زائدا الفي، الفي تمثل لي سرعة الحزام بالأمتار متر بير مينت في الدقيقة. الجدول اللي أمامنا يمثل قيم معامل الاحتكاك للمواد المختلفة بين الحزام والبكرة. هاي بالنسبة إذا كانت البولي كاست ايرون ستيل وود كومبريس بيبر لاذر فيس رابر فيس، وهنا البولت ماتيريال لنوع الأحزمة المستخدمة، فممكن أنه نستخرج قيم معامل الاحتكاك من هذا الجدول. جوين اللي هي روابط أو وصلات الأحزمة، حيث أنه يتم قطع الأحزمة ملفات كبيرة ويتم ربطها بربط الأطراف ببعضها البعض بواسطة أدوات تثبيت. هاي الأدوات التثبيت أو الروابط اللي يتم تثبيتها منها أولا سمنت جوينت الوصلات الإسمنتية، حيث أن تستخدم في الأحزمة الجلدية تثبت بمفصل مدبب بطول 20 إلى 25 ضعف سمك الحزام، ويتم تثبيت الأحزمة بين الطبقات المتعددة على شكل مفصل متدرج، ويستخدم الإسمنت فيها بنطاق واسع لتكون في قوة الوصلة الملصقة هي 180 إلى 85% من قوة الحزام. اللايسينج جوينت اللي هي المفصل المربوط، هذا هيك قدامنا مفصل مربوط، ويكون هذا هي أكثر طريقة شيوعا لتركيب الأحزمة على الناقلات. واللايسينج هو أنه ممكن أو من السهولة ربط الوصلة بمعدات مناسبة وسهلة التركيب، ومن أجل تحقيق النتائج المرجوة من عمل الحزام عند ربطه بهكذا نوع من الروابط. ويتم تثبيت الرباط بحجم مناسب، وإذا لم يتم وضعه بشكل مناسب يؤدي إلى فشل الحزام أو فشل عملية النقل المستخدمة. ثالث الهنج جوين اللي هو يكون تركيبه سهل وسريع، ويمكن استخدامه في المساحات الصغيرة للربط بين البلت. تلاحظون هذا السمنت جوين، هاي الوصلة اللي تربط بيناتهم،
وعندنا هذا الليسينج ليس جوين والهينج جوين بهذا الشكل. تايبس اوف فلات بيلت درايف، ان الانواع ممكن النقل الطاقة من بكرة الى اخرى عن طريق اي نوع من انواع الفلات بيلت درايف. فعندنا اول نوع اللي هو الاوبن بيلت درايف، النوع المفتوح، حيث يتم استخدام مثل ما عندنا امامنا بهذا الشكل الموضح، يتم استخدام محرك الحزام المفتوح من اعمدة مترتبة متوازية تدور بنفس الاتجاه. وفي هذه الحالة عند سحب الدرايف اي، هذا الدرايفر اي، عند السحبة من نقطة كيو ار للبولت، فان هذا الجزء ايش راح يكون بيه؟ راح يحصل بيه زيادة في التنشن، يسلمه لمن؟ عندما يتحرك يسلمه الى الجهة الثانية العلوية اللي هي بين الال والام، وهاي يكون فيها الشد التنشن يكون اقل من الجانب السفلي. لذا فان الشد بالنسبة للنقطة من كيو الار او الحزام السفلي يسمى بالتايت سايد، الجانب المشدود او الضيق، بينما الجانب العلوي اللي هو يحصل به اقل شد للبيلت فانه يسمى بالسلاك سايد، الحزام المرتخي او الجانب المرتخي، كم موضح بهذا الشكل. ثاني اللي هو كروست اور تويست بيلت درايف، الحزام المتقطع او الملتوي، حيث يتم استخدام هذا النوع مثل ما موضح امامنا بهذا الشكل، حيث تكون الاعمده فيها مترتبه متوازيه ولكن شنو تدور بعكس الاتجاه، في اتجاهين متعاكسين. بهاي الحاله ايش راح يكون؟ يسحب الدرايفر يسحب الحزام بالنقطه كيو ار، كيو ار راح يسحبه، فهنا راح يكون التنشن عالي فراح تعتبر التايت سايد، يسحبه ويسلمه الى وين؟ الى الجهه الثانيه العلويه اللي هي ال ام اللي راح يكون فيها تنشن اقل من الجانب السفلي، فراح يكون هنا السلاك سايد، ويستخدم هذا مع أعمدة ما ننساها مترتبة بشكل متوازي ولكن تدور باتجاهين متعاكسين. اللي هو كومبوند بيلت درايف اللي هو الحزام المركب، هذا الحزام يستخدم في كما موضح بالشكل، يوجد عندنا أكثر من درايفر حيث يتم نقل الطاقة من عمود إلى آخر، من شفت إلى شفت آخر، عبر عدد من البكرات المستخدمة. وعندنا عدة أنواع أخرى أيضا، منها البولت درايف وذ ايدلر بولي اللي هو البكرات الوسيطة، أو ممكن دفع الحزام بالربع الدورة، وممكن النوع الآخر محرك بولي متدرج أو مخروطي، فاست أند لوس بولي درايف اللي هو محرك للبكرة اللي تكون سريعة، أند لوس بولي درايف. velocity ratio of belt drive، نسبة لسرعة محرك العزام، هي النسبة بين سرعة الدرايفر والفلور، يعني الدرايفر اللي هو الجزء اللي راح يقود الحزام أو اللي راح يحركه، والفلور اللي هو التابع له، حيث يمكن تعبير عنها رياضيا حسب العلاقة التالية: D1 هي قطر الدرايفر، D2 هي قطر الفلور التابع، N1 هي سرعة للدرايفر بالريفوليوشن بير مينيت، والN2 هي أيضا سرعة التابع الفلور بالريفوليوشن بير مينيت دورة في الدقيقة. فبالاعتبار أنه نفرض أن طول الحزام اللي يمر فوق الدرايفر بدقيقة واحدة يساوي لنا باي في D1 في N1، وأيضا في طول الحزام اللي يمر فوق التابع في دقيقة واحدة الفلور أيضا تساوي لنا باي في D2 في N2.
اللي يمر فوق الدرايفر يساوي طول الحزام اللي يمر فوق الفلور في نفس الدقيقة الواحدة، فيمكن مساواة المعادلتين حتى يتم الحصول على السكن المعادلة ال n الثانية على ال n الأولى تساوي d1 على d2. وعندما يكون الثيكنس للحزام يمكن أخذ بنظر الاعتبار فإن الفيلوسيتي ريشيو نسبة تساوي n2 على n1 تساوي d1 زائد t على d2 زائد t، هي الثيكنس هذه مثل ما قلنا. الملاحظات المهمة اللي هي أول ملاحظة أنه ممكن الحصول على الـ velocity ratio للحزام من أنه السرعة المحيطية للحزام عند الـ driving pulley تكون V1 تساوي لنا باي في D1 على N وفي N1 على 60 متر على الثانية، بينما عندنا للدريفن او الفلور التابع لل الدرايفنج فانه الفي 2 تساوي باي في دي 2 ان 2 على 60 في حاله انه لا يوجد انزلاق نو سليب، فالفي 1 تساوي ان في 2 نساوي المعادلتين حتى نحصل على ان 2 ان 2 على ان 1 تساوي دي 1 على دي 2. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أو اللي نحتاجها أنه في حالة وجود محرك مركب مثل ما أخذنا بالشكل الفات، فأنه ممكن حساب الـ velocity ratio ممكن أن تعطى N4 على N1 تساوي D1 في D3 لأنه مركب بأكثر من بكرة D2 في D4، أو ممكن سرعة last driven يعني التابع على السرعة of first driver أول محرك أو أول driver اللي هو أول pulley تساوي product of diameter of drivers على product of diameter of driven. بافتراض أن وجود قوة احتكاكية قوية بين الأحزمة والبكرات تصبح في بعض الأحيان القبضة للاحتكاك يعني يكون الاحتكاك غير كافي، قد يتسبب في بعض الحركة الأمامية forward motion للدرايفر، وهذا يؤدي إلى أنه يتحرك forward motion لكن بدون حمل الحزام معه، يطلق على هذا باسم slip of the belt انزلاق الحزام، ويتم التعبير عنه بنسبة مئوية، ونتيجة انزلاق هذا الحزام سيتم تقليل سرعة نسبة السرعة للنظام، ويمكن أيضا حساب النسبة المئوية للانزلاق بـ S1 النسبة المئوية اللي هي الانزلاق بين الدرايفر والحزام البلت، والS2 بالنسبة المئوية ممكن انه هي تمثل الانزلاق بين الحزام والفلور التابع او الدريفن، وبالتالي فان سرعة مرور الحزام على الدرايفر بالثانية الواحدة يعني فوق الدرايفر بالثانية الواحدة ممكن حسابها انه V تساوي باي في D1 N1 على 60 ناقصا باي D1 N1 على 60 في S على 100، وبالتالي ممكن اختصار المعادلة فتصبح المعادلة الأولى باي دي 1 N1 على 60 مضروبة بين القوس 1 ناقصا S1 أخذها عامل مشترك فتضعنا S1 على 100. سرعة مرور الحزام فوق الفلور التابع ممكن حسابها بالمعادلة التالية اللي هي باي دي 2 N2 على 60 تساوي لنا V ناقص V في S2 على 100 وتساوي لنا V في 1 ناقص S2 على 100. باستبدال قيمة ال V بالمعادلة الأولى يتم تعويض واحدة بالثانية يتم الحصول بالنهاية على أنه طبعا باعتبار هنا همل ال S1 في ال S2 على 100 في 100.
التعويض بالمعادلات، ال S تمثل لي S1 زائدا S2 افترضها، فبالتالي الثيكنس حتى وضاف عليها الثيكنس، طبعا هذه هي المعادلة النهائية، ال D1 على D2 في 1 ناقصا S على 100، وال S تمثل لي S1 زائدا S2 اللي هي النسبة المئوية، ال S بدون أرقام تمثل total percentage of slip، النسبة المئوية الكلية للانزلاق. فالS1 تمثل للدرايفر للدرايفينج، والS2 تمثل للدريفن أو الفلاور التابع لها. إذا أخذنا بنظر الاعتبار الثيكنس للحزام البلط، ممكن اعتبار N2 على N1 تساوي D1 زائد T على D2 زائد T مضروبة كل واحد ناقصا S على 100. حزام. عندما يمر الحزام من الجانب السلاك سايد قلنا المرتخي إلى الجانب التايت سايد اللي هو المشدود، يمتد جزء معين من الحزام ويتقلص مرة أخرى عندما يمر الحزام من التايت إلى السلاك سايد. بسبب هاي التغيرات في الطول هناك حركة نسبية بين الحزام وبين البولي، بين سطح البولي والحزام، وهذه الحركة تسمى كريب الزحف. التأثير الكلي لهذا الزحف هو تقليل سرعة الدريفن البولي الأول التابع الفلاور بشكل طفيف، وبأنه يتم إعطاء نسبة السرعة حسب المعادلة اللي أمامنا أو العلاقة اللي أمامنا، N2 على N1 تساوي D1 على D2 في E زائدا تحت الجذر سيجما 2 على E زائدا تحت الجذر سيجما 1. سيجما 1 وسيجما 2 هي الإجهاد في الحزام على الجانب المشدود أو المرتخي، السلاك المشدود اللي هو التايت سايد أو السلاك السايد المرتخي، والإي تمثل معامل يونك لمادة الحزام. ملاحظة أنه نظرا لأن تأثير الزحف صغير جدا فيتم إهماله بشكل عام. يعمل بسرعة 150 دورة بالدقيقة، يقود لاين شيفت عن طريق حزام، يبلغ قطر البكرة الانجين بولي 750 ملم، والبكرة الموجودة على اللاين شيفت هي 450 ملم، تقوم بكرة قطرها 900 ملم على اللاين شيفت بتشغيل بكرة قطرها 150 ملم ومثبتة بالداينامو شيفت. المطلوب من عندنا أوجد سرعة الداينامو شيفت عندما يكون أولا لا يوجد انزلاق، وثانيا عندما يكون هنالك انزلاق بنسبة 2% عند كل درايف. الانجن شيفت اللي هو 750، عندنا اللاين شيفت هنا 450، عندنا 900 البكرة اللي يقودها، وال150 فحسب ال N1 150 ريفوليوشن بير مينيت، ال D1 750 مليمتر، ال D2 450 مليمتر، ال D3 900 مليمتر، وال D4 150 مليمتر، و S1 تساوي S2 وتساوي 2% حسب المعلومات. ال N4 ثبتناها انه هي الداينامو شيفت اللي هي السبيد اوف داينامو شيفت. راح نجي نحل اول طريقه وين there is no slip، عندما لا يكون هنالك انزلاق نستخدم العلاقه N4 على N1 تساوي D1 في D3 على D2 في D4، أو N إيش راح يصير N4 على ال N1 150 تساوي تطبيق مباشر للأرقام تطلع لنا قيمة ال N4 السرعة للداينامو شيفت هي 10. هاي العشرة نضربها طبعا 10 في ال N4 على 150، بالتالي ال N4 تساوي 1500 ريفوليوشن بير مينيت. في حال انه يوجد انزلاق بنسبة 2% عند كل درايف شو راح نسوي؟ راح نقول الـ S1 والـ S2 بما انه الدرايف اللي عندنا 2%، فراح نعوض قيمة الـ S2 وهنا الـ S2 2، وايضا نفس القانون راح نطبقه، فتطلع عندنا N4 على 150 تساوي 9.6
يطلع لنا بالنهاية N4 تساوي 1440 revolution per minute دورة في الدقيقة. وبهذا يتم نهاية حل المثال ونهاية المحاضرة.